بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الضيوف الأكارم، السادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتشرف بحضوركم ندوتنا السنوية المقامة تحت عنوان 19 عاما على احتلال العراق، واقع مأساوي ومستقبل مجهول، وذلك بمناسبة مرور 19 عاما لاحتلال العراق الذي كان منافيا لميثاق الأمم المتحدة، حيث قامت الولايات المتحدة الأمريكية ودول التحالف بغزو العراق، علما إن القرار 1441 لا يعطي صلاحية استخدام القوة ضد العراق، ولذا اعتبر مجلس الأمن بقراره 1483 أمريكا والدول المتحالفة معها دول احتلال. إن هذا الحدث حدث تاريخي وفريد، ضرب المنطقة كلها بزلزال شديد، وخلف أكبر خسائر بشرية بين المدنيين في تاريخ العراق، وبدأت معه صفحة سوداء في تاريخ العراق لتبدأ فترة مظلمة في تاريخه. وقد بدأ مسلسل تدمير ماضي وحاضر ومستقبل العراق من خلال فرض عملية سياسية مزقت نسيج الشعب العراقي، وجاء الدستور الذي كتبه الاحتلال لترسيخ المحاصصة الطائفية والعرقية ومحو هوية العراق، فلا تجد للعراق في الدستور هوية جامعة، بل طوائف وأعراق، ممزقا بذلك نسيجه الوطني والاجتماعي، وقتل روح المواطنة والولاء للعراق، وأصبح الولاء للطائفة وللعرق، وما تلا ذلك من تشريعات وقوانين كلها تصب في ذلك الهدف، وهو تفتيت العراق وتمزيقه. واستمرت عجلة العملية السياسية المبنية على المحاصصة الطائفية لتزيد من التفرقة والتمييز بين أبناء الشعب العراقي، ولتزيد من حالة التشظي على الصعيد السياسي والاجتماعي. وطيلة 19 عاما من الاحتلال وعمليته السياسية التي رعاها الاحتلال، جعلت العراق من أكثر الدول خطرا في العالم، والأكثر فسادا سياسيا وماليا، والأكثر سوءا في الخدمات على الصعيد التربوي والصحي، والأكثر انتهاكا لحقوق الإنسان. وكان للاحتلال نتائج كارثية، قتل فيها أكثر من 1,200,000 عراقي من نساء وأطفال ورجال، والتهجير القسري والنزوح لأكثر من 7 ملايين مواطن داخل العراق في مخيمات النزوح وفي خارجه، وخلف أكثر من 4 ملايين طفل يتيم، وأكثر من 2,000,000 أرملة حسب التقارير الرسمية والدولية، وكل هؤلاء بلا رعاية. ولا تزال الميليشيات المسلحة تتحكم بمفاصل الحكومة وبمواردها، ولا تزال إيران تتحكم بالعراق ومصيره ومقدراته السياسية والاقتصادية. لقد دأب مركز الرافدين للدراسات الاستراتيجية راسان على إقامة الندوة السنوية في هذه الذكرى المؤلمة، وسيتناول الباحثون وفي عدة محاور الآثار المترتبة من الاحتلال وعمليته السياسية بكل موضوعية وشفافية. وختاما أتقدم بوافر الشكر والعرفان لتركيا حكومة وشعبا، وإلى السادة الباحثين، وإلى السادة الحضور الذين تشرفنا وسررنا بحضورهم معنا، سائلين الله تعالى أن يمن على العراق وسائر البلدان العربية والإسلامية بالأمن والأمان والاستقرار، ويزيل شبح الاحتلال والعدوان عنها، ومن الله التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، أدعو الآن أخي الفاضل الدكتور رافع الفلاحي
لإدارة الجلسة الأولى، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أعزائنا الحضور في هذه الندوة التي يعقدها مركز راسام للدراسات الاستراتيجية، مركز رافدين للدراسات الاستراتيجية في الذكرى 19 لاحتلال العراق، وهي تحت عنوان واقع مأساوي مستقبل مجهول. الجلسة الأولى سيكون الحديث فيها بمحورين. المحور الأول سيتناوله البروفيسور الدكتور سمير صالحة، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية، العميد المؤسس لكلية القانون في جامعة غازي عنكاب، وهي بعنوان علاقات العراق مع محيطه وتركيا نموذجا. والورقة الثانية سيتناولها الدكتور عبد الوهاب القصاب، الزميل الزائر الأقدم في المركز العربي في واشنطن، والتي هي بعنوان التهديدات الأمنية التي تعرض لها العراق نتيجة حالة شبه الاحتلال الإيراني. أدعو الأخوة الباحثين تفضل إلى المنصة. أهلا ومرحبا بكم. الحقيقة نحن في الذكرى 19 الاحتلال الأمريكي للعراق، لابد من القول أنه نحن اليوم بعد 19 سنة من الاحتلال الأمريكي للعراق سنجد نفسنا اليوم أمام يعني حصاد من الـ من الـ من الخيبة، من الكارثة الكبرى التي حلت بالعراق منذ عام 2003 لحد الآن. هذه الخيبة وهذه الكارثة التي حلت بالعراق ما زالت آثارها وتداعياتها على العراق وشعبه تكبر وتزداد وتتعمق، والعالم كله في صمت. يبدو أن هناك أطراف كثيرة، لا يبدو لكن هذا واقع الحال، وأولها الولايات المتحدة الأمريكية تدفع العراق إلى الظلمة لكي لا يتحدث عنه أحد ولا يشير إلى المأساة والكارثة التي تعرض لها من احتلال عام 2003 لحد الآن. العراق تعرض إلى كارثة كبيرة خطط لها منذ زمن طويل، ربما قبل احتلال عام 2003 في عام 1988، دعوني قليلا أقول، واحد من أبرز مستشاري البيت الأبيض عام 1988 اللي هو مايلز كوبلاند وضع خارطة، قدم خارطة لتقسيم العراق عام 1988 بعد خروج العراق من الحرب العراقية الإيرانية. مباشرة قدم خارطة وقال كلمة شهيرة ربما الكثير يتذكرونها، قال إنه العالم الآن 193 دولة، ولا بأس أن أصبح العالم 196 دولة. يشير إلى أن العراق يمكن أن يقسم إلى ثلاث دول، سنية شيعية كردية، هكذا أرادوا من البداية. هذا هو التفكير الأمريكي، التفكير الاستعماري في تقسيم العراق وتدمير العراق. كانت الغاية ليست أسلحة الدمار الشامل مثل ما ادعوا، وكذبة كبيرة خرجت، وبعد ذلك ادعوا الديمقراطية، وأنتم ترون العراق الآن ما هو شكل الديمقراطية التي فيه، طائفية لا تنسجم مع الديمقراطية ولا تأتي مع الديمقراطية على سطح واحد. العراق فوضى كبيرة على المستوى السياسي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاجتماعي، تفتيت، تهجير، تغيير ديموغرافي، تغيير بنية، كل البنية الاجتماعية تغييرها وتفتيتها. فهذا ما حصل الحقيقة. الكثير من الأمريكان، كثير من المستعمرين عملوا على هذا الموضوع، وهذه وصفة قديمة ربما علينا أن نعود. إذا عدنا للتاريخ سنجد آثارها وبداياتها عند الاحتلال البريطاني للعراق عام 1914 بداياته، و1917 عندما دخلوا بغداد نفس القضية، كانوا يؤشرون إلى تقسيم العراق إلى طوائف سنة وشيعة وأكراد، وكانوا يحرضون بهذا الاتجاه، وكان الشعب العراقي يقف ضدهم في كل مرة مثل ما يقف ضدهم الآن. وثورة تشرين عام 2019 كانت خير مثال على أن الشعب العراقي يرفض هذه الخلطة، هذه الخلطة المسمومة، هذه الطبخة المسمومة الأمريكية الإيرانية التي دمرت العراق وما زالت تدمر العراق. العراق بلد ما عاد بلداً الحقيقة، ما عاد دولة في التوصيفات الدولية يسمونه دولة هشة، وهو أكثر من دولة هشة الحقيقة. سياسات فوضوية، سياسات عبثية، لا أحد يعرف أين ستنتهي، وبالتالي ستذهب إلى المحاصصات الطائفية التي شكل نظام السياسي في العراق
فيها على أساسها، وشكل الدستور وكتب الدستور باليد الأمريكية ليكون مبنياً على المكونات وليس على المواطنة كحال أي دساتير في العالم. يعني هذه ربما إطلالة سريعة على ما حصل. والعراق طبعاً ما زال بين الدول العشرين الأكثر فساداً في العالم بعد 19 سنة من هذا الاحتلال الذي بشروا أنه سيدفع بالعراق للازدهار والتقدم والنمو. بلد فيه الفقر وصلوا 13 مليون بشهادة البنك الدولي تحت خط الفقر، يأكلون من المزابل مع الأسف، مع أنه العراق أكثر من تريليون ونصف تريليون دولار كانت وارداتها من النفط خلال السنوات 19 كلها بددت في الفساد والخراب والدمار. حتى لا نطيل عليكم إلى ضيوفي وأبدأ بالبروفيسور الدكتور سمير صالح. أهلا ومرحبا بك دكتور، تفضل تقديم بحثك ولك 25 دقيقة تقديمه. شكرا سيد الرئيس، أشكر مركز رسام أيضا على هذه الدعوة. أنا أعددت ورقة تحت عنوان علاقات العراق مع محيطه تركيا نموذجا. عندما نناقش العلاقات التركية العراقية أن نضع معيار ربما أيضا تاريخ 2003 قبل التاريخ، كيف كانت العلاقات 2003، كيف تتقدم هذه العلاقات وبأي اتجاه تسير. في نقاط طبعا أيضا في الورقة تحتاج إلى على شكل أسئلة، تحتاج إلى أجوبة، ربما نساعد بعضنا البعض في النقاش في الإجابة على هذه التساؤلات. سؤال أساسي ما زال مطروح حتى الآن، هل حسم العراق مثلا موقفه في تحديد السياسة العراقية التي يريدها في العلاقة مع تركيا؟ يعني هل في موقف عراقي على مستوى الداخل العراقي سياسياً عسكرياً أمنياً اقتصادياً اجتماعياً باتجاه رسم سياسة عراقية واحدة موحدة في التعامل مع تركيا؟ هذا السؤال أيضاً يحمل معه سؤال آخر، إنه هل العراق الآن الإخوة في العراق في السلطة السياسية يطبقون أيضاً هذا السؤال هذا التساؤل في مكان آخر في علاقاتهم مع بقية دول المنطقة؟ يعني ما هو المقصود هنا؟ مع الأسف يعني أقول هذا الكلام الآن، إنه هل في جهوزية في الداخل العراقي اليوم لطرح مثل هذا السؤال وللبحث عن إجابة عليه؟ هذه نقطة أساسية، مشكلة أساسية، معضلة أساسية علينا أن نتعامل معها بجدية في رأيي. الآن طبعاً لا أريد أن أدخل في تفاصيل الورقة، أريد أن أستفيد من الوقت وأذهب إلى الاستنتاجات فوراً. الاستنتاجات بحد ذاتها تحتاج إلى الكثير من النقاش والتعقيب برأيي. الآن كما قلت قبل قليل، هذه العلاقات كانت تحت تأثير الكثير من العوامل. في ثوابت في هذه العوامل، ثوابت بالنسبة للعراق، ثوابت بالنسبة لتركيا. أنا رأيي الشخصي أنه الثوابت بالنسبة لتركيا ما زالت على حالها، لكن بالنسبة للثوابت في الشق العراقي في الجانب العراقي أظن أنها تغيرت وتتغير. يعني الثوابت مفروض أنه هذه الثوابت لا تتغير، أو إذا كان في تغير في منطق الثوابت علينا أن علميا نطرحه ونقدمه ونبرره بشكل منطقي علمي واقعي مع أسبابه ودوافعه وحسابات النتائج التي ستأتي. يعني ارتدادات هذا التحول في الثوابت، لعبة الثوابت ليست سهلة في العلاقات الدولية. الآن يبدو لي ورجاء يعني يصح للإخوة إنه هذه الثوابت في المنطقة العراقي الآن أمام عملية اختبار جديد. وحتى الآن حتى لا أقول أنها غير موجودة، غير واضحة، لكن في الشق التركي نحن عندنا ثوابتنا ما زالت موجودة. بعد قليل ربما قد أطرح بعض النقاط في هذه الثوابت. الآن مثلا
تركيا نقطة ثانية لها أولويات في التعامل مع الملف العراقي. مثلا ما هي بين هذه الأولويات؟ عندي أنا 10-12 أولوية هنا، طبعا لن أدخل في عملية التعداد، فقط مثلا أولوية أساسية بالنسبة لتركيا اليوم إبقاء العراق موحدا. طيب تركيا تريد إبقاء العراق موحدا، هل الإخوة في العراق يريدون إبقاء العراق موحدا؟ على مستوى الداخل العراقي يحتاج إلى نقاش. مثلا نقطة ثانية بين أهداف تركيا، منع استهداف أمن تركيا القومي. هل سؤال آخر، هل يعني في تخطيط تنسيق ومنطق عراقي موحد باتجاه التعامل مع هذه المادة؟ أنا أتحدث عن تركيا، لكن ممكن بكل بساطة نقل هذه المادة وطرحها ومناقشتها في علاقات العراق مع دول أخرى أيضا، ليس فقط مع تركيا. الآن مثلا بين ثوابت وأساسيات تركيا في العراق أيضا مادة منع بناء دول داخل الدولة العراقية، لا أقول كيانات لأنه مع الأسف أيضا مرة أخرى بصحح لي هذه الكيانات موجودة أصلا، لأن نتحدث نحن عن بناء دول. يعني مشروع دستور 2003 نحن كنا نقرأه كأكاديميين متخصصين كأستاذ قانون دولي، أنا كنت عند أدرس المادة المتعلقة بالدستور العراقي أقول لطلابي أنه دستور فيدرالي. الآن ثبت لي على ضوء الممارسة والتطبيق في الداخل العراقي أنه منه دستور كونفدرالي، حتى مسائل كثيرة تحتاج إلى نقاش. الآن تركيا أيضا تعدل من سياستها العراقية، كل الدول، لأن يعني المسألة مرتبطة بالمصالح، حسابات الربح والخسارة. تركيا عندما تعدل وتراجع سياساتها في عندها عوامل كثيرة في التعامل مع الملف العراقي، أقصد التحولات السياسية الأمنية الاقتصادية في الداخل العراقي، التحولات على المستوى الإقليمي والدولي. الآن هذه الأولويات أو هذه النقاط بالنسبة لتركيا يبدو لي من خلال المتابعة أنه الأخوة في العراق لا يساعدون تركيا كثيراً على تحديد ورسم هذه السياسه العراقيه. مثلا العلاقات العراقيه العربيه كيف تتقدم، ومثلا مثال بسيط، اين كانت مثلا جامعه الدول العربيه في التعامل مع الملف العراقي في اكثر من ازمه شهدها الداخل العراقي، وكيف الان نرى ونقرا بيانات جامعه الدول العربيه مثلا التي تنتقد تندد بسياسه تركيا العربيه العراقيه تحديدا، طالما اننا نتحدث عن العراق. لذلك العلاقات العراقية العربية معضلة أساسية أخرى مهمة في المرحلة المقبلة، هذه أيضا تحتاج إلى نقاش مفصل وإلى ترتيب وبرمجة على مستوى الداخل العراقي. هل في جهوزية في الداخل العراقي لمناقشة مثل هذه المادة؟ الولايات المتحدة الأمريكية دخلت 2003 أيضا مادة جديدة في إطار مشروع، هذا المشروع يعني اللي فات لما بول برايمر لما حدثنا قبل 2003 وقال لنا انه هذه العملية اسبابها كذا وكذا وكذا تبعنا المشهد. الان النقاش ذهب باتجاه اخر تماما، يعني كنا نناقش المشروع الامريكي في العراق، الان نناقش ارتدادات المشروع الامريكي في العراق. ما الذي يعني، هل مثلا جزئية أساسية هي أنه النفوذ الإيراني في العراق هل هو مخطط أمريكي، يعني فتح الطريق أمام إيران لتتقدم وتتوغل وتتمركز وتنتشر بهذا الثقل في الداخل العراقي؟ هذه أسئلة نحن لا نملك إجابات عنها في تركيا. يعني أنا لا أريد أن أرمي الكرة تماما في ملعب الإخوة في العراق، نحن أيضا في تركيا عندنا مشاكل، عندنا أزمات وعندنا نقاشات، هذه مسألة نعرفها. يعني طالما أننا نتحدث عن الشق العراقي هنا، أقول أنه كل هذه المسائل ما زالت عالقة بالنسبة لنا، تحتاج إلى إجابات. من المسؤول؟ أين المسؤول؟ هذا نقاش آخر طبعا يحتاج أيضا إلى مداخلة أخرى. لا نعرف إذا كان مثلا في العراق ما يجري الآن هو يتم في إطار حسابات أمريكية فتح الطريق أمام إيران في إطار مساومات وصفقات. لا نعرف نحن الآن مثلا نتائج ملف النووي وكيف ستكون ارتدادات الملف النووي على الداخل العراقي. نعرف الآن أنه في عملية إعادة تموضع إقليمي
وبينها الدول العربية. برأيي الشخصي أنا هذا التوضع الجديد مهم للغاية، علينا أن نرصده عن قرب. قد يكون فرصة تاريخية طبعا رأيي الشخصي هذا للدول العربية باتجاه استعداد الكثير من الثقل الإقليمي ما يجي الآن. الآن ربط هذه المادة أو هذا التشخيص أو هذا التحليل بالمشهد العراقي يوصلنا إلى نقطة جديدة، عودة إلى أنه في هل هناك تفاهمات أمريكية إيرانية حول العراق؟ طب لماذا واشنطن، يعني لماذا الولايات المتحدة الأمريكية مثلا تريد أن تفتح الطريق أمام إيران في العراق؟ ما هو المشروع الإيراني؟ هل المشروع الإيراني هو مشروع مرتبط بالعراق فقط، بالداخل العراقي وحده، وأنه مرتبط بمشروع إقليمي أوسع؟ لذلك أنا قلت أنه الآن الحراك العربي الإقليمي الجديد، الحراك العربي الإقليمي الجديد مهم للغاية باتجاه صناعة مشهد عربي جديد. المشهد العربي الجديد برأيي أيضا استنتاج فرصة مهمة للإخوة في العراق، فرصة مهمة لا يجوز ولا يعني لا يمكن إطلاقا هدر مثل هذه الفرصة. يعني ينبغي التركيز على فتح الطريق أمام هذا الحراك العربي إذا كان فعلا يهدف لاسترداد النفوذ لبناء عراق جديد، مساعدة الإخوة في العراق على أن يعني يبنوا وحدة عراقية جديدة. طبعا استنتاج آخر، نحن مثلا في انفتاح تركي عراقي جديد، أنا رأيي الشخصي أنه المنزعج الأول هو إيران من هذا الانفتاح، لا أعرف إذا كنتم توافقون أم لا. لا أظن إطلاقا أن الدول العربية رغم كل مواقفها وانتقاداتها ربما من السياسة التركية منزعجة من هذا التقارب التركي العراقي الجديد. المشكلة أين هي إذن المشكلة؟ المشكلة هي أن يكون هناك حوار أو تنسيق تركي عربي جديد، يعني المشهد العراقي. استنتاج آخر مرتبط بقراءة في المشهد الذي يجري في أوكرانيا اليوم. غزو أمريكي للعراق 2003، الآن غزو روسي لأوكرانيا 2022 24 شباط. هل سيستفيد العراق من فرصة الغزو الأوكراني، الغزو الروسي لأوكرانيا؟ كيف سيستفيد من ذلك؟ هذه فرصة برأيي أيضا فرصة استراتيجية قد لا تعوض مرة أخرى. هل يستعد الداخل العراقي لسيناريو، للتعامل مع سيناريو من هذا النوع مثلا؟ كيف يستعد؟ يعني كيف يستعد؟ الآن تركيا عندها كما قلت قبل قليل أهداف أساسية في سياستها العراقية. هذه الأهداف الأساسية بين الثوابت والمتغيرات ينبغي برأيي أنه قبول أنه هذه السياسة مرتبطة بسياسة إقليمية تركية جديدة، بسياسة تركية إقليمية جديدة، ليست فقط مسألة أنه مسار العلاقات التركية العراقية بشقها الاقتصادي أو شقها الأمني، موضوع شمال العراق، موضوع تواجد حزب عناصر مجموعة حزب العمال. نحن نتحدث الآن عن عملية إعادة تموضع إقليمي جديد فيها أكثر من فرصة، وإلا لما كان أين هذا الحوار، لحتى لا أسميه تنسيق، لا أعرف كيف أنتم تصفون المسألة، مع إسرائيل مثلا. يعني العملية هذا التموضع، هذه المتغيرات الإقليمية الآن أجلست إسرائيل أمام الطاولة، أمام الطاولة العربية. الآن كيف سيتعامل العراق في المرحلة المقبلة مع ملف الأزمة الأوكرانية؟ الدروس والعبر والاستنتاجات
وكيف سيبني سياسته. هذه المسألة تعنينا في تركيا، لأنه نحن الآن أيضا في موضوع أوكرانيا وضعنا حساس ودقيق وصعب أيضا. صحيح أنه الآن دخلنا على الخط كمسهل كوسيط، لكن التصعيد في الملف الأوكراني، التصعيد العسكري بعد قليل ربما الأخ المحاضر قد يتطرق إلى هذه المادة، التصعيد العسكري في الملف الأوكراني سيضيق الخناق على رقعة التحرك التركي أيضا. بدأنا الآن في الساعات الأخيرة نسمع أصوات جديدة يقولون لنا ابدأوا في حسم موقفكم لتركيا في التعامل مع الملف الأوكراني، أين ستقفون؟ إذن هذا يعني، ويقولون لنا أن هذه الحرب ستطول. إطالة عمر الحرب في الملف الأوكراني بشقها الإقليمي والدولي مهم للغاية. لا أعرف إذا كنت عندي بعد دقيقة أو دقيقتين. إطالة عمر حرب أوكرانيا برأيي نقطة مهمة للغاية، علينا أن نستفيد منها جميعا، علينا أن نستفيد منها باتجاه الربح وباتجاه الخسارة. هل يعني في الآن دراسات أبحاث في يعني أشخاص يحاولون أن يتابعوا هذا المشهد في العراق لرسم معالم السياسة الجديدة أم لا؟ هذه أيضا برأيي نقطة مهمة. تحدثت قبل قليل عن الانفتاح التركي العراقي الجديد، الزيارات المتبادلة الآن، اللقاءات. أنا أظن أنه مثلا قمة بغداد الأخيرة، قمة الإقليمية، برأيي علينا أن نتعامل معها كمؤشر إيجابي ليس كمؤشر سلبي. يعني باختصار، يعني عندما نأخذ موقف مما يجري في العراق ونتمسك بهذا الموقف ونعتبره بين الثوابت، بينما الثوابت تتغير من حولنا في المنطقة، لا يمكن الاستمرار في بناء هذه السياسات. طبعا في ثوابت، أنا قلت بعض الثوابت بالنسبة لتركيا، لكن الآن من خلال المتابعة أنا أفهم أن الكثير من الثوابت بدأت تصبح متغيرات، والكثير من المتغيرات أيضا بدأت تصبح متغيرات جديدة. يعني هذا الحراك باختصار الآن الإقليمي فرصة للإخوة في العراق حسب ما نراه نحن في تركيا. كيف سيتم التعامل مع هذه الفرصة؟ هل سيكون هناك فعلا مصالحة وطنية حقيقية؟ هل هناك سيكون هناك مراجعة كاملة لسياسات الغزو الأمريكي وارتداداته ونقاش دستور وطني عراقي جامع جديد؟ يعني هذا ما نريد أن نسمعه أكثر مما نريد أن نسمع مثلا انتخابات تتم وحتى الآن لا يوجد معنى يعني النتائج السياسية لهذه الانتخابات على الأرض. إذا إما أن نقبل أنه في عنا فوضى، وهذه الفوضى هي فوضى دائمة بين مزدوجين خلاقة بالنسبة للبعض، وإما أن نذهب باتجاه آخر في الداخل العراقي ونكون نعم على استعداد لقراءة جديدة في المشهد، كيف يتقدم وكيف يسير وإلى أين يسير معه العراق، إلى أين يسير العراق مع هذا المشهد، مع هذه التحولات. يعني أنا لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، عندي ملاحظات احتفظت بها للنقاش ربما سيد الرئيس. شكرا جزيلا على الاستماع. شكرا جزيلا وأشكرك لأنك التزمت بالوقت. حقيقة الدكتور بروفيسور سمير صالح يعني وجه كثير من الأسئلة حقيقة، وهذه أسئلة مهمة، ربما سجلت أكثر من 10 أسئلة وجهها وهي أسئلة مهمة. الحقيقة يعني ربما سنترك هذا الموضوع يعني بعد أن يعني في وقت النقاش، لكن أريد أن أقول إنه البحث في عنوانه هو علاقات العراق مع محيطه وتركيا نموذجا، ولا يكتمل هذا إن لم نتحدث عن علاقات تركيا مع محيطها والعراق نموذجا.
هذه القضية، لأنه هو تو ويز، يعني طريق ذهاب وإياب، فمثلما هناك أسئلة تطرح على العراقيين وعلى العراق عليهم الإجابة عليها، هناك أسئلة أيضا تطرح على تركيا وسياساتها تجاه العراق والعراقيين عليهم الإجابة عليها. سنترك هذا إلى النقاش أولا، وأعود إلى الورقة الثانية إلى الدكتور عبد الوهاب القصاب ليلقي بحثه القيم. دكتور تفضل. يا أهلا مرحبا بك. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله. بداية أنا أود أن أتقدم بشكر الجزيل لمركز الرافدين ممثلا بإدارته والأخوة والزملاء الأصدقاء على توجيه الدعوة لي لكي أشترك بعد فترة انقطاع ليست قصيرة في المؤتمر السنوي للمركز. وأنا اختاريت حقيقة ورقة قد يجوز أن يكون عنوانها إشكالية، لأني سميت ورقتي هي التهديدات الأمنية التي يتعرض لها العراق نتيجة حالة شبه الاحتلال الإيراني. وحاولت هذه الورقة أن تتناول دراسة الآثار السلبية والتأثيرات الإقليمية على مستقبل العراق. إذن أين هي الحكمة في أن نسمي حالة العراق وإيران بأنها حالة شبه احتلال إن لم يكن حالة احتلال حقيقية أو فعلية، وهو ما كان؟ أنا سميتها حالة شبه احتلال متعمداً، اعتماداً على ما هو متعارف عليه من سلوك الشخصية الإيرانية في التعامل مع الآخر. الشخصية الإيرانية واحدة، وسأحاول أن أمر سريعاً في تضاعيف الورقة على الشخصية الإيرانية، لا تميل إلى المجابهة المباشرة بقواها الذاتية مع الخصم، وإنما تميل لاستخدام مخلب لكي يتولى هذا المخلب عملية تنفيذ الأهداف الاستراتيجية الإيرانية. فإذا إيران احتلت العراق بقوى أخرى تدين لها بالولاء، ومن هنا أنا أسميت الورقة بحالة شبه الاحتلال الإيراني. السؤال الثاني الذي قد يطرح نفسه، قد يقال نحن هنا نناقش الذكرى 19 لغزو واحتلال العراق من قبل قوى غاشمة كونية التي هي الولايات المتحدة، فلما أغفلت حالة الاحتلال الأمريكي الحقيقية وتمسكت بحالة شبه الاحتلال الإيراني للعراق؟ وجوابي على ذلك أن ما أفرخ حالة شبه الاحتلال الإيراني للعراق هو حالة الغزو والاحتلال الأمريكي. وفي هذا يعني أتقاطع وأتواصل مع ما تفضل به صديقي العزيز وأخي الأستاذ بروفيسور الدكتور صالحة، أن ما أنتج حالة شبه الاحتلال الإيرانية في العراق هي حالة الاحتلال الأمريكي للعراق. والسؤال، هل أن حالة الاحتلال الأمريكي للعراق وحالة شبه الاحتلال الإيراني للعراق هما نتيجة صفقة؟ قد يكون الجواب نعم، أو أنا جواب فعلا هو نعم. طيب، ما الذي جعل سياسة الولايات المتحدة الأمريكية حيال المنطقة كلها تتحالف مع كيان جار لهذه المنطقة؟ وأنا أتحدث حقيقة على الوطن العربي ككل، الذي يمثل العراق جناحه الشرقي، والذي بانهيار هذا الجناح الشرقي فتحت الباب على مصاريع للمشاريع أو للمشروعين الإيرانيين الإمبراطوريين اللذين سأحاول أن ألقي ضوءا سريعا عليهما في تضعيف أيضا محاضرتي هذه. إذن أن هنالك حالة من التخادم بين مشروع أمريكي خلقته مجموعة المحافظين الجدد في الولايات المتحدة، وأنا أزعم وقد أكون مخطئا أنه لولا المحافظين الجدد لما تم غزو العراق. يعني هذه حقيقة شبه قناعة تولدت عندما راجعت ولفترة طويلة في كتاب أنا أعمل عليه الآن سلوك الرئاسات الأمريكية منذ الرئيس آيزنهاور
وحتى الرئيس ريغان حيال العراق. أنا رحت لمكتبات هؤلاء الناس وطلعت على الوثائق حقيقة المكتوبة بخط اليد والمطبوعة والتعليقات التي علق بها وزراء الخارجية في مذكرتهم للرئيس وتعليق الرئيس عليها. لم أجد حقيقة في هذه الأوراق كلها ما كان ما يشير إلى أن هنالك أنه في نية الولايات المتحدة في تلك الحقبة، وأنا أتحدث إلى وقت قريب جدا، هذا وقت الرئيس ريغان، لم يكن في واردها أن تتعامل مع العراق بحالة احتلال. هذه حقيقة، الكتاب في قيد الإعداد وسيصدر في وقت ما. الحقيقة الأخرى أنه كيف تم القفز، حقيقة كيف تم القفز من حالة لم يكن العراق فيها هدفا احتلاليا للولايات المتحدة إلى حالة تحول العراق فيها إلى هدف احتلالي من قبل الولايات المتحدة، وبوقت يكاد يكون قياسيا. يعني العقد من الزمان لا يشكل فترة طويلة للدول لكي تعيد صياغة سياساتها، وبالأخص بالدول ذات يعني التاريخ الطويل من يعني تحكم، دعني أستخدم هذا التعبير، تحكم الأجهزة العلمية والتحليلية لإيجاد مخرجات معينة تصاغ عليها السياسات الخارجية. العراق يعني تحول موقف الولايات المتحدة من العراق جذرياً بعد يوم 8/8/1988 الذي شهد أول حالة اندحار حقيقية للمخططات الإيرانية على الجناح الشرقي للوطن العربي. الحرب العراقية الإيرانية كانت جداراً لإيقاف نظرية ولاية الفقيه وتصدير الثورة من أن تنفذ إلى مشرق الوطن العربي، والتي هي هدفها. وأنا أزعم هنا وأنا في تركيا الآن أنه ليس العراق فقط هو هدف، أو ليس الوطن العربي فقط هو هدف المشروع الخميني، وإنما كل دول الجوار، مروراً بالبلد الذي أتشرف في أن أشرب ماءه في هذه الأيام. لو تمكنت إيران في أن تنفذ وتنفذ لنفذت وتنفذت، لكنها هذه هي الطبيعة الفارسية، لن تتناطح إلا بذيول، لن تتناطح إلا بمخالب، لن تتناطح إلا بآخرين. يبدو أن مقدمتي أخذت أكثر مما ينبغي. سأمر الآن على يعني العناصر الرئيسية التي تشكل طرحي. يعني ناقشت في الورقة معضلة العراق الأمنية، باعتبار أن يعني طلب مني أن ألقي الضوء على الجانب الأمني. أنا حقيقة شخصت في هذه الورقة 4 معاضل أمنية يعاني منها العراق. محصلة المعاضل الأمنية الأربعة هي التي تشير إلى ما يجري في العراق حاليا، والتي تشير إلى مستقبل حقيقة مجهول أشارت إليه الشعار الذي حدد لهذا: ما لم تكسر هذه المعاضل الأربعة لا يمكننا أن نتحدث عن عراق viable كما يقول مصطلح العراق، قادر على أن ينفذ ذاته ودوره المحوري في الإقليم. يعني أصبح أمراً صعباً ما لم تحل. المعضلة الأمنية الأولى هي معضلة داخلية، والمعضلة الداخلية هي أن المحتل أساساً الأمريكي انطلاقاً من توجهات جماعة المحافظين الجدد التي أشارت، التي كانت تنظر إلى العراق على أنه كيان فسيفسائي وليس كيان متماسك، على الضد من أن 90% أو أكثر من بلدان العالم فيها من الفسيفساء ما هو أكثر من العراق، بضمنه البلد الذي صيغت فيه نظرية التفتيت الذي هو الولايات المتحدة. لكن هذه النظرية حولت إلى معضلة، وتم حقيقة النجاح في أن توظف ضد مصلحة العراق نهائي. المعضلة الثانية هي المعضلة الديموغرافية، والمعضلة الديموغرافية
يعني ليس العراق هو البلد الوحيد الذي فيه شركاء يعني يختلفون بالانحدار عن الغالبية العظمى للعراقيين. العراق 80% من سكانه عرب، وفي عندنا 20% يتقاسمها الأخوة الكرد بحوالي 16.5%، هنالك من يقول 13.5% يعني اعتمادا على الإحصاءات الرسمية، والأخوة التركمان ثم الأخوة المسيحيين سكان بقايا سكان العراق الأصليين الذين لم يتحولوا إلى الإسلام، وهنالك الأقليتين المعروفتين التي هي الصابئة واليزيديين، إذن وهي أقليات يعني قليلة النسبة المئوية. التحدي الكبير هو الذي يمثله 16.5 أو 13.5 أيهما كانت أصح من الأخوة الكرد بالنسبة للعرب مقابل 80% من العرب الذين خططوا لخلق معضلة أمنية في العراق، راهنوا على شق 80% إلى شقين، وهنا كانت الكارثة. 80% حقيقة تتكون من وزن متساوي، ليس هنالك أغلبية، والإحصائيات تشير إلى ذلك. نحن بأزاء محافظات فيها عرب سنة، وأنا كانت ملاحظة بالمناسبة أنه مع عدم إيمان المحاضر بأي وصم طائفي للعراق، لكن هذه هي الحالة الراهنة وعلينا أن نتعامل معها. العرب السنة موجودين في محافظات، وتنحدر إلى الجنوب تقريبا بنفس الانتماء القبائلي إلى أن تصل إلى أقصى جنوب العراق، وهنالك خط فاصل هلامي 50 إلى 70 كيلومتر جنوب بغداد، عندما تبدأ نفس القبائل التي هي شمال هذا الخط سنية تتحول إلى قبائل شيعية إلى جنوبه، وأدخل تعبير الفيدرالية بشكل مشوه تماما. هل هم كانوا يفهمون الفيدرالية على هذا الأساس وتصرفوا، أو أنهم قسرا ونتيجة ضعف الدولة المركزية حولوا هذا الكيان الفيدرالي إلى كيان كونفدرالي؟ بل أن الكيان الكونفدرالي لدينا مثال ساطع، سويسرا في العالم هي سويسرا، علم واحد، شكل واحد، سفير واحد، لكن في العراق الكيان حتى حاول أن يشكل سفارة ضمن السفارة العراقية وتصرف على هذا الأساس، وهذا إخلال كبير. هذه هي حقيقة المعضلة الأمنية الآن الأخطر التي يعاني منها العراق، مضافة لها المعضلة الآن أتحول إلى الإقليم. المعضلة الأمنية الثالثة هي الحدود غير العادلة للعراق. دخل العراق القرن العشرين، خرج من رداء الدولة العثمانية التي كانت تشكل الغطاء، والتي أيضا يعني ليس لأني في عاصمة السلطنة الآن أقول، لكن نحن نتحدث العربية بهذا الشكل حقيقة بفضل السنين التي كان العراق تابعا بها للدولة العثمانية. قد يتحداني شخص ما أجيب عليه فقط انظر إلى عبادان والبصرة فقط، هذا هو الجواب. الجواب أن من رسم له من العرب حظا أن يكون تحت سيطرة الفرس، الآن الفرس ممنوعون، العرب في عربستان ممنوعون من أن يسموا أبنائهم إلا بأسماء معينة. ليس هنالك عربي في الأهواز بإمكانه أن يسمي ابنه خالد أو طارق أو زيد أو زياد أو عمر أو إلى آخره. إذن وجود حقيقة الدولة العثمانية من الجزائر إلى العراق كان شكل حاضنة خلى العرب يأخذون راحتهم. إذن الحدود غير العادلة التي رسمت للعراق منعته من الإطلالة الأمينة على الخليج العربي، وخلقت له معضلة له يعني نعيشها الآن. المعضلة الأمنية حقيقة الأخيرة، وهذه أيضا مثيرة للجدل، أنا مؤمن بها نتيجة العمر، نتيجة
يعني التجارب، ما الذي جرى؟ المعضلة الأمنية الحقيقة هي حالة الانقلاب العسكري الذي تعرض له العراق في يوم 14 تموز 58، وأنهى الحكم الملكي الذي كان ينتهج مهما قيل عنه ومهما قيل عن سلبياته، لكنه كان ينتهج نظاما تراكميا لبناء دولة مدنية حديثة لكل مكوناتها. من هذه المعاضل الأمنية نجي إلى شن هي التحديات الجيوبوليتيكية والجيوستراتيجية التي واجهت العراق المعاصر منذ 21 وحتى الآن. في خلاصتها حقيقة هن معضلتان. المعضلة الأولى 1250 كيلومتر التي تشكل حدود العراق مع إيران، رسمت بشكل تعسفي حقيقة وعلى شكل صفقة، يعني هنا تلام الدولة العثمانية إنها تنازلت عن أخطر نقطة في الحدود العراقية الإيرانية أو العثمانية الإيرانية في وقتها، وهي منطقة مضيق بايطاق، يعني سربيل ذهاب. وسربيل ذهاب ومضيق بايطاق هي النقطة التي بنى فيها الخليفة الناصر لدين الله نقطة حراسة قوية عندما أعاد سيطرة الخلافة العباسية على العراق الذي نراه في هذه الأيام، من ديار بكر إلى الخليج، ومن سربيل ذهاب إلى الجزيرة الشامية، يعني إلى الهضبة الغربية. فإذا هذا القوس اللي أي ينظر إلى العراق يجد أن الحدود الإيرانية العراقية تقترب من بغداد لمسافة 110 إلى 120 كيلومتر، وفي أي ثرست أي زخم في الدروع قوي بإمكانه أن يصل إلى بغداد في فترة يعني ليست قليلة. ولذلك كانت مهمة وخطيرة جدا لأنها حاولت أن تبعد تصدير الثورة عن العراق. هذه المعضلة الأولى. المعضلة الثانية هو الإطلالة الظالمة للعراق على الخليج العربي. أنا في كتابي احتلال ما بعد الاستقلال، دراسة استراتيجية للغزو الأمريكي للعراق، شبهت العراق اللي هو نصف مليون كيلومتر مربع تقريبا، يعني 454,000 كيلومتر زائد ناقص. حقيقة في عام 1990 حاول العراق أن يتنفس لكنه لم، يعني بدأت المأساة في عام اتفاقية 75 عندما تقاسمت إيران شط العرب مع العراق، وثم بدأ بعد 90 عندما الأمم المتحدة بشكل تعسفي حقيقة تدخلت في رسم الحدود العراقية مع الكويت. إذن هذول التحديات الاثنين خطيرة جدا بالنسبة للعراق، وستبقى خطيرة إلى أن نجد لها حل. في الحرب العراقية الإيرانية حلت معضلة العراق الأمنية من هذا، يعني من هذه الناحية، عندما عملت موانئ الكويت لصالح العراق. يعني الشويخ احنا العسكر شكلنا فيها قيادة منطقة إمداد عراقية وهي في الأرض الكويتية، يعني فانحلت مشكلة الإطلالة العراقية الأمينة على الخليج العربي، وهو ما لن يرتاح العراق ما لم يطل على الخليج العربي إطلالة أمينة. طيب الآن يعني أنا أثرت مشكلتين. المشكلة الأولى إيران أطلت برأسها مرة أخرى. شنو مشكلة إيران مع العراق؟ أنا حقيقة لا أميل لكي أسم الفرس كفرس في هذا الموضوع، لأن إحنا إن تاريخ مع الفرس هو كل تاريخ الإسلام، طبعاً قبل الإسلام سأختصر بكلمتين، بس نحن 1400 سنة عشنا مع الفرس، 1000 سنة منها أمينة، يعني لم يتهدد العراق من إيران إلا في حالة الغزو البويهية، خلاف ذلك تدمر إيران أولاً ثم يدمر العراق. هولاكو دمر إيران أولاً ثم دمر العراق، تيمور لانك دمر إيران أولاً ثم دمر العراق، لكن عندما أتى إسماعيل الصفوي للعراق لإيران تغيرت المعادلة جذرياً. بدأت مشكلة العراق مع إيران مع تأسيس الدولة الصفوية ومع الباس القومية الفارسية لباسها التشيعي، ومع الإخلال الكبير أو القصر الكبير الذي فرض على التشيع بإلباسه لباسا فارسيا. إذن هذه هي المشكلة. عندما أتى الخميني إلى السلطة برز إلى الوجود مشروعان قوميان إمبراطوريان،
أنا أسميه مشروع الإماراتي الأول، والمهدد الأول هو العراق، ثم من بعده المشرق العربي. المشروع الأول هو يعني تصدير الثورة، والذي هو موجود في صلب الدستور الإيراني، وقد صاغ مفكر إيراني محمد جواد لاريجاني، عالم رياضيات معروف خريج أمريكا، صاغ نظرية أم القرى، نظرية سيئة الصيت حقيقة. أم القرى هي مكة، يعني الله سبحانه وتعالى سمى مكة بأم القرى. فإذا هذا أم القرى ينبغي أن تدرس بعمق، رغم أنها فشلت حقيقة، لكن نظرية أم القرى هي تمثل الوجه التوسعي لإيران باتجاه العراق أولا، ثم المشرق العربي. عندما يعني وجدت أم القرى هوى لدى الخميني في وقته، لكن نتيجة الحرب العراقية الإيرانية والاندحارات المتوالية ثم الاندحار النهائي تقريبا تراجعت هذه النظرية. وعندما استلم خامنئي السلطة وانتهى العراق بال 2003، خامنئي سوانا رؤية 2025، والنظريتان نظرية أم القرى ثم رؤية 25 كلها تنظر إلى المشرق العربي باعتباره الهدف الأول لإيران. أين تمكنت إيران من في هذه؟ تمكنت إيران من التسلل إلى لبنان وإلى سوريا والعراق واليمن، حاولت البحرين، قمعت ولم تتمكن. وفي هذه الدول تحالفت مع الأنظمة كما هي في حالة سوريا، تحالفت، خلقت ذيولا، وأنا في هذه ورقتي متواضعا في ملحق في عدد كبير جدا من الأجهزة التي شكلتها أو الميليشيات التي شكلتها إيران في العراق، والتي أصبح ورثت الدولة، سيطرت على الدولة نتيجة الكيان الأوليغارشي الذي تمكنت منه. وهذه طبعا نظرية يعني معروفة، عندما هم يتمكنون ثم يهيمنون، يتعملقون بعد ذلك. الآن ما هو الحل؟ طيب نحن الآن بإزاء تهديد خطير. يعني طبعا الورقة أيضا أشارت إلى تركيا وإلى مجلس التعاون الخليجي وإلى بقايا المشروع العراقي. إذن تركيا مؤثرة جدا على العراق، إن مياه العراق منابعها الأساسية في تركيا، وهذه معضلة حقيقة ستبقى ما لم نجد لها حلا منطقيا يتفق عليه الطرفان. لكن تركيا في اللحظة التي وافقت به على قرار عصبة الأمم باعتبار ولاية الموصل جزءا من العراق، تحولت إلى بلد ضامن، كما تفضل الأستاذ، ضامن لوحدة أراضي العراق. تركيا ليس في مصلحتها أن يتفتت العراق، لأنه عملية تفتت العراق ستخلق كيانا هجينا على حدودها يحاول أن يمتد عبر الحدود لكي يؤلب السايزابل الكتلة الكردية ليست القليلة الموجودة في منطقة قاتلة بالنسبة لتركيا، وهي زاويتها الجنوبية الشرقية. فإذا منذ هذه اللحظة التي قبلت فيها تركيا بقرار عصبة الأمم باعتبار ولاية الموصل ولاية عراقية، وولاية الموصل تمثلها حقيقة الموصل الحالية مضافا لها ما يسمى بالإقليم الكردي. لدينا مع تركيا إشي واحد، قضية واحدة، هي لو حلت حقيقة لما بقيت هنالك مشاكل بين العراق وتركيا. أنا من وجهة نظري متواضعا، مشكلة المياه فيما إذا حلت لن تبقى مشكلة مع العراق. إذن ما هو الحل الآن؟ في تحدي كبير إيراني للعراق، وفي كيان إقليمي يقع إلى الشمال من العراق قوي جدا، وفي العراق ومنظومة دول الجامعة العربية، ولسوء الحظ يعني هذا الدستور الهجين لم يشر إلى أن العراق بلد عربي كما هو معروف عنه، وإنما أشار إليه أنه بلد منضوي أو مؤسس للجامعة الدول العربية، تعبير هزيل حقيقة يعني، وعار على الذين يعني وافقوا عليه. أنا بوجهة نظري أنه ينبغي احتواء إيران إقليميا، عربيا وإقليميا. عربيا تمثل الجامعة العربية بامتدادها، الجامعة العربية حقيقة لو في إرادة لدى الرؤساء، الجامعة العربية تنظيم كونفدرالي مثالي. الآن فيما إذا راجعت الاتفاقيات المعقودة
في إطار الجامعة العربية ستجد أن هنالك كيانا كونفدراليا جاهزا، لكنه غياب الإرادة السياسية لتنفيذ الميثاق وتوابعه جعلت من الجامعة العربية كيانا هزيلا. إذا أول شيء ينبغي أن يعود العمل العربي المشترك إلى قوته لكي يكون للعراق في ذلك، يعني يكون هنالك ظهير عربي قوي للعراق يقف بوجه التطلعات الإيرانية غير المشروعة. ثم ينبغي أن تحتوى إيران بتنظيم إقليمي، ينبغي أن توظف القوة الأخرى جارة الوطن العربي التي هي تركيا لكي توازن التطلعات الإيرانية، وندخل بشيء من التفاهم الإقليمي الموسع القائم على علاقة حسن الجوار وتبادل المنفعة. يعني إيران، نحن لا نستطيع أن نغير الجغرافيا، إيران جار منذ الخليقة، رغم أن إيران وبكل حتى حضارتها هي حضارة بابل، وهي أدارة العالم في أكبر دولة أسستها اللي هي الدولة الساسانية، أدارة العالم من منطقة تبعد عن بغداد 35 كيلومتر اللي هي المدائن تيسفون. ليش جويا بابل 50 كيلومتر؟ لكي يستوعبوا ما فاءت بابل من حضارة ويتحولوا إليه، ولذلك حتى لغتهم كانت تكتب في ذلك الوقت كما تكتب الآن بالقلم العربي، في ذلك الوقت كانت تكتب بالقلم الآرامي العراقي اللي اسمه الإسرنجيلي. أنا حقيقة أتوقف هنا وآسف إذا كنت أطلت، وجاهز لكي أجيب. الذيول الميليشيات موجود، الملحق الذي يعني يريده ممكن أن أوصل إليه. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور القصاب، وأشكر الباحثين على ما قدموه من بحوث رصينة، وربما نقاط كثيرة تثير الكثير من النقاش. قبلا يعني نفتح باب النقاش، آسف جدا، علينا أن علي أن أقول يعني يجب أن نقسم الموضوع، يعني من لديه أسئلة مع الدكتور سمير صالح لنبدأ بها أولا، ثم ننتقل إلى الدكتور عبد الوهاب القصاب لكي لا تتداخل المواضيع كي تكون الصورة واضحة. لكن دعوني قبل ذلك ألخص لكم مجموعة من القضايا كي أسهل لكم القضية. الحقيقة أنا أتحدث بداية عن الدكتور، يعني بحث الدكتور سمير صالح واللي أثار الكثير من الأسئلة، لكن السؤال المهم الذي كان يطرح في أذهان كثير منكم وأنا واحد منكم، هل نحن نتحدث عن العراق كدولة أم لا دولة؟ هناك معايير ثابتة عند كل الناس في كل الدوائر التي تحدد هذه دولة أو هذه لا دولة. نحن نتحدث عن لا دولة في العراق الحقيقة، 19 سنة من 2003 لحد الآن العراق لا دولة، كل المعايير لا تنطبق عليه معايير التي تشكل إنها دولة. لذلك الأسئلة اللي طرحها الدكتور سمير صالحة في بحثه وهي أسئلة كبيرة وعميقة الحقيقة، وأنا قلت في البداية أنه هي عن علاقات العراق مع محيطه وتركيا نموذجا، ويكملها علاقات يعني علاقات تركيا مع محيطه والعراق نموذجا لكي تكمل هذه القضية. طرح واحد من الأسئلة المهمة، وسجلت ربما 10 أسئلة سعيدها عليكم للتذكير، وأفتح المجال لأسئلتكم ونقاشاتكم. سأل عن موقف عراقي، هل يريد العراق رسم سياسة عراقية واحدة موحدة في التعامل مع تركيا؟ الحقيقة أن العراق ليس بيده، هناك رؤوس كثيرة تحكم العراق، وربما أضعف رأس فيها هو رأس الحكومة، يعني الرؤوس الحاكمة للعراق كثيرة وأضعف رأس فيها هو رأس الحكومة التي تتعامل معه الدول. لذلك العراق ليس لديه موقف محدد في التعامل مع الدول، الدولة الحكومة تتعامل مع تركيا بشكل، والقوى المؤثرة على الساحة تتعامل مع تركيا بشكل آخر، وهذا ينطبق على كل الدول الأخرى عربية وإقليمية أخرى غير عربية. مصيره الآن تتحكم به قوى خارجية، أمريكا وإيران هي من تحدد العراق هل سيبقى موحدا أم يذهب إلى التقسيم، وهذا ما حددته أمريكا من البداية. الواحد من الأسئلة المهمة، المشروع الإيراني هل يقتصر على العراق أم لا يقتصر على العراق؟ المشروع الإيراني بالتأكيد واقع الحال يؤكد أنه لا يقتصر على العراق، والدليل
التواجد التغول الإيراني في سوريا وفي لبنان وفي اليمن وتطلعاتها إلى ما سمى وأطلق عليه الملك الأردن الملك عبد الله الهلال الشيعي، ربما سمى بهذا الشكل، وهو تعبير سياسي وليس تعبير طائفي، ليس له علاقة يعني هذا الهلال بهذه الطريقة. كيف سيستفيد العراق من الغزو الأوكراني الروسي لأوكرانيا؟ العراق الحقيقة، وهنا نعود مرة أخرى إلى الإشكالية الكبيرة، العراق دولة ويستطيع أن يتصرف بملء إرادته ويرى مصلحته الخارجية مثل ما أو يرسم سياسة الخارجية هو بنفسه. العراق ترسم له سياسة الخارجية من قبل دول خارجية وأولها إيران، إيران علاقتها الآن مع روسيا فترسم سياسات العراق بهذا الاتجاه. والأسئلة كثيرة الحقيقة، هل النفوذ الإيراني في العراق هو مخطط أمريكي؟ والدكتور عبد الوهاب القصاب أجاب عن هذا الموضوع. الملف النووي هل سيؤثر على يعني التموضع الإيراني في العراق؟ نعم، إيران تنتظر هذا، والقوى التي تعمل لصالح ذيول إيران في العراق ميليشيات وقوى وأحزاب تنتظر هذه الفرصة لكي تفرض نفسها. وآخرها المقالة التي كتبها رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي عندما قال في تشكيل الحكومة قبل يومين، قال إذا لم تستطيعوا أن تشكلوا الحكومة بالطريقة التي يعني عهدناها بهذه التقسيمات الطائفية انتظروا لفترة معينة، لأن هناك تغييرات إقليمية ستحدث، هناك تغييرات دولية ستحدث، وهناك من سيحدد هذا الموضوع، ويقصد أن هناك اتفاقا إيرانيا أمريكيا سيجري توقيعه واتفاق النووي، وبفضل هذا الاتفاق ستتغول إيران وستستطيع أن تحدد من يحكم العراق بالطريقة التي تريدها. هذه جملة الأسئلة واحدها عن الدول العربية، جامعة الدول العربية. الحقيقة جامعة الدول العربية مؤسسة يعني تعاني من المرض، من المرض عند من إنشائها لحد الآن تعاني من مرض كبير ومرض مزمن، وهي خاضعة لإيرادات أخرى ولا تستطيع أن تعبر عن إيرادات العرب الحقيقة بإرادة حرة منطقية تأمن يعني استقلالية وسلامة العرب جميعا. الحقيقة عندها مشاكل كثيرة، والدول العربية أيضا غالبيتها لديها مشاكل كثيرة ولديها هموم كثيرة تصرفها عن العراق لأسباب كثيرة، رغم أن كثير من الدول وخاصة الخليجية يجب أن تدرك أولاً وأخيراً أن أمنها الداخلي يبدأ من تأمين العراق، من أمن العراق، من ثبات العراق، من استقرار العراق، من استقلال العراق، من سيادة العراق. أترك الأسئلة لحضرتكم وأبدأ في الأستاذ مصطفى كامل، طلب لديه سؤال فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، شكراً لمركز الرافدين للدراسات الاستراتيجية، وشكراً للسيدين الباحثين على ما تفضل به في هذين البحثين اللذين ألقياهما. عندي ثلاث ملاحظات إذا يسمح لها الوقت. نعم، النقطة الأولى سأشير إليها بسرعة، الدكتور رافع تحدث عنها، أن البحث الدكتور سمير ينطلق من مسلمة تقول أن العراق دولة، وتبع لذلك فهو يسأل عن ثوابتها تجاه تركيا وتجاه الداخل العراقي وتجاه محيط العربي، وأنا أعتقد أن هذه المسلمة غير واردة من الأساس. والدكتور صالحة أنا أعتقد يعرف العراق جيدا، هو أعد دراسة مهمة عن الدستور الحالي منذ 14 سنة، وطبعا هو دستور خلطة غير منسجمة وغير متجانسة. العراق منذ الاحتلال ليس دولة، ولا يمكن أن يوصف إلا باعتباره سلطة ميليشيات أو إمارات يتسلط عليها زعماء الميليشيات، وسنة وشيعة وأكرادا، وكلهم تحت الهيمنة الإيرانية المطلقة أو شبه المطلقة. وطبعا هو ليس دولة مركزية ولا فدرالية ولا كونفدرالية. النقطة الثانية، تساءل الدكتور سمير عن التفاهمات الإيرانية الأمريكية المسبقة عن الاحتلال على الاحتلال واللاحقة له.
فيما يتعلق بالتفاهمات المسبقة، نعتقد أن كتاب مذكرات السفير زلماي خليلزادة يشرح بهذا الأمر بشكل جيد، يتحدث عن اجتماعاته مع محمد جواد ظريف الذي كان مندوبا لإيران في نيويورك، يتحدث عن اجتماعاتهما السرية في جنيف لتسهيل هذا الغزو، لكن هذه يعني لم يعد سرا، لكن ربما الذي فيه إشكال أو فيه سر هو ما هي التفاهمات التي ما بعد الاحتلال. ما بعد الاحتلال أنا أعتقد أن يعني أنا عثرت على رسالة بعث بها سليماني إلى الإدارة الأمريكية بواسطة رئيس العراقي بعد الاحتلال الأسبق جلال طلباني. هذه الرسالة أسفرت يعني عن تفاهمات عن لقاءات أمريكية وإيرانية في العامين 2007 و2008، وهي حددت شكل التفاهمات الأمريكية الإيرانية بشأن العراق، وهذه التفاهمات قادها من الجانب الإيراني الحرس الثوري من خلال سفير إيران الذي هو جنرال في الحرس الثوري الأسبق حسن كاظمي قمي. وهذه الرسالة تؤكد على قضيتين مهمتين جدا، أن أولا أن المشروعين الأمريكي والإيراني، هي رسالة سليماني إلى الأمريكان، أن المشروعين الأمريكي والإيراني في العراق هما مشروع واحد ذا هدف واحد. اثنين، أن سليماني يؤكد، وأنا يعني مستعد أن أزود من يرغب بهذه النسخة الأصلية من هذه الوثيقة، صورة النسخة الأصلية من هذه، أن سليماني يؤكد أن أذرعه في العراق، وفي ذلك الوقت هو يتحدث عن مئات الرجال التابعين له في العراق، لم يقاوموا الأمريكان ولن يقاوموهم، وهو يقسم على ذلك بقبر خميني أن لن تطلق رصاصة واحدة من رجاله ضد الأمريكان في العراق. النقطة الأخيرة بودي أن أشير إلى حديث الدكتور القصاب بعجالة، وتأكيدا على ما تفضل به بشأن تحول الموقف الأمريكي من العراق بعد نصر العراق في 1988. أنا سنحت لي مؤخرا فرصة الاطلاع على النص الأصلي الأمريكي لمحضر اجتماع السفيرة إيريل جلاسبي مع الرئيس صدام حسين يوم 25 تموز يوليو من عام 1990، وطبعا هذا المحضر ليس فيه إعطاء لضوء أخضر وليس فيه تعهد كما أعلن حسني مبارك أنه لن العراق لن يدخل الكويت، وإنما العراق يعني تعهد بأن لن يدخل الكويت بشروط ما لم ما حتى اجتماع جدة، وإذا نجح الاجتماع أما بعدها فسيتصرف عسكريا. وأنا اطلعت على ثلاث نسخ لهذه الوثيقة، أمتلكها ثلاثتها يعني صور عنها وكلها متطابقة. النقطة اللي بودي أن أشير إليها الأخيرة اللي هي اللي تفضل بها يعني أعزز ما تفضل به الأستاذ عبد الوهاب القصاب، السفيرة أسمت محضر الاجتماع بينها وبين الرئيس أنه عرض صداقة من الرئيس صدام إلى الرئيس بوش. العراق كان يتحدث عن حصار شامل تعرض له بعد نصر العراق، كما تفضل أنه حصل التحول الاستراتيجي في نظرة أمريكا للعراق بعد حرب 88. ورغم أنها تؤكد السفيرة جلاسبي، وهذه هي النقطة الأخيرة، أن العراق من خلال ما طرحه الرئيس صدام حسين معها محق في طلباته وواقعي، وإن كانت المعالجة صعبة في بعضها. شكرا لكم. يعني ما تفضل به سيادة اللواء مهم جدا، أحب أن أتكلم عن نقطة أيضا تضيء بشكل أساسي على قضية إيران في المنطقة، في العراق، في سوريا وفي كل المحيط. هنا مثلا في سوريا روسيا قامت بمجازر كبيرة جدا، لو قارنا هذا مع العراق ما قامت به أمريكا، لكن لا روسيا ولا أمريكا تستطيع أن تفعل ما قامت به إيران في أمريكا في العراق أو روسيا في إيران، كلا الدورين تدميريان، استخدام للقوة للأسلحة المحرمة، مجازر، كل هذا مشترك. حتى لو خرجنا عن نطاق العرب، الآن تركيا مثلا لو تكلمنا عرب وأتراك فهنالك تاريخ مشترك يؤسس إلى مرحلة أساسية من الهوية. إيران تضرب الهوية في العراق وفي سوريا وفي كل المدن المقاومة، ومن هنا يمكن أن نفهم العلاقة بين أمريكا وإيران وبين روسيا وإيران.
إيران تريد أن تكون إمبراطورية وتسعى لأن تعيد أمجاد فارس، لكن هذه الدول روسيا أو أمريكا أو غيرها تستخدمها كأداة إلى حد كبير جدا في تفتيت المنطقة، وهذه الخطورة الأكبر. الآن مثلا في تركيا ما في حرب قاسية استخدام أدوات صلبة بين تركيا بين إيران وتركيا، لكن هنالك استخدام للقوى الناعمة بالإعلام مثلا المنتشر بشكل كبير جدا، الإعلام الإيراني إعلام سرطاني وإعلام يستهدف الأمة، إعلام يستغل المقاومة الفلسطينية من أجل أن ينشر مشروعه، يقول أنه يريد أن يحرر الأقصى وبالتالي يبدي ابني هذه الأمجاد. الآن الذي مثلا أنا الكتاب الاحتلال الإيراني لسوريا، سيادة اللواء سمى شبه الاحتلال، الحقيقة أنا الكتاب أسميته الاحتلال الإيراني لسوريا. من يتتبع الأساليب التي تقوم بها إيران في نشر التشيع، التشيع السياسي، في نشر اللغة الفارسية، في تحويل المساجد إلى حسينيات، في اختراق الوزارات، في بث الثقافة الإيرانية، كل هذا يدرك أن الدور الذي تقوم به إيران في المنطقة هو أخطر الأدوار على كل شعوب المنطقة، والسبب كما يعني ذكرت استهداف الهوية الذي يؤسس إلى مثلا سهولة التفتيت، سهولة انتشار الطائفية. أخطر ما يمكن في المنطقة أن يتم هو بارود الطائفية، أن تكون الشعوب غير مستقرة، أن لا يكون هنالك حالة عن سلم أهلي، حالة عن إمكانية استقرار، حالة عن إمكانية عيش. كل هذا الأمر مهم جدا عند قراءة ما تقوم به إيران، حتى عن يعني كيف دعم مشروع الولي الفقيه، كيف دعم في المنطقة وكيف رعي من أجل أن يقوم بهذا الأمر. أنا أعتقد تسليط الضوء على الدور الحقيقي لإيران في تخريب شعوب المنطقة وتفتيت شعوب المنطقة وزرع عدم إمكانية الاستقرار أمر مهم جدا. وكما ذكرت شكرا للكلمات الطيبة. شكرا على إتاحة هذه الفرصة. أولا ماجد الجميلي من قناة الرافدين الفضائية. الحقيقة هذه النقطة كان من المفترض منطقيا أن توجه إلى أتراك، لكن أنا ما دام وردت في بحث الدكتور عبد الوهاب القصاب راح أتوجهاني بها إليه. ذكر الدكتور القصاب أن هذه الاندفاع الإيرانية ما كانت لتتوقف عند حدود الدول العربية في عملية الهيمنة، وأنه في عام 80 العراق أوقف هذه الاندفاع الإيرانية، وهذه الاندفاع الإيرانية ما كانت لتتوقف عند حدود الدول العربية، بل أن دول أخرى غير عربية مهددة بهذه الاندفاع، وأشار إلى تركيا. سؤالي للدكتور القصاب، هل يعي الأتراك حقيقة أن هناك خطرا إيرانيا يتهددهم كما يتهدد الدول العربية؟ وإذا كانوا يعون هذا الخطر، لماذا لا يكون هناك تعاون أو دعم أو تفاعل مع قوى وطنية بالضبط من إيران، يعني عراقية أقصد، وأيضا يكون هناك تنسيق أو تعاون لبلورة مشروع ما أو خطة ما لدفع هذا الخطر الإيراني أو تحجيمه أو إزاحته؟ لماذا لا يكون مثل هذا التعاون مع قوى وطنية عراقية، يعني دعم تركي أكثر، ومع دول عربية؟ هذا السؤال للدكتور القصاب وأشكركم. مرحبا بالجميع ورمضان مبارك عليكم، وشكرا على هذه الندوة المهمة جدا. سأتكلم باقتضاب أن أغلب الأسئلة قد تم ذكرها من طرف الزملاء. أثار انتباهي نقطة أثارها نفس المتداخل الأول حول الثوابت أمام عمليات اختبار جديدة، وعندي بعض الإضافات لنقل أو لا أقول تصحيحات، لأن ليست في مرتبة أن أصححها للدكاترة والزملاء. بالنسبة لي نحن قد تعدينا الآن مرحلة الثوابت أو عمليات الاختبار الجديدة، نحن الآن في مرحلة التنفيذ. الآن التساؤل كيف لدولة كانت هي في المرتبة الرابعة في اقتصاد الشرق الأوسط، لديها خمس الاحتياطي العالمي للبترول، المرتبة الحادي عشر لاحتياطي الغاز، كيف لها أن تصبح بين عشية وضحاها في هذا الوضع؟ الوضع غير المفهوم. يعني العراق ليست أي بلد، عندما نتكلم عن البلد عن العراق نتكلم عن العمود الفقري
للمنطقة عمود فقري من الجانب الاقتصادي، من الجانب السياسي، من الجانب الجيوسياسي. لماذا يراد لهذا العمود الفقري؟ ونحن نعرف دور العمود الفقري في أي جسد، جسد أمة. أنا أتكلم عن الأمة، لا أتكلم عن الشعوب، أتكلم عن الأمة العربية في المنطقة. عندما يتم التوجه للعمود الفقري قد نصاب بشلل أو بشلل نصفي، وهذا الذي حصل. لذا فمسألة الثوابت بالنسبة لي قد عفى عليها الزمن، نحن الآن في مرحلة التنفيذ. ثانيا، لماذا العراق بالضبط؟ وهنا تدخل وهنا نقطة مهمة، لا أدري هل صوتي مسموع؟ راح صوتي صح؟ وهنا نقطة مهمة هي تمنيت أن أسمع على الأقل من الدكتور القصاب قد أشار إليها، وهي جيوسياسة الطاقة أو جيوسياسة البترول، ليست فقط في العراق لكن في كل المناطق. الدول التي تم الدخول إليها، احتلالها، استعمارها، هناك طرق تعامل. لم تحتل العراق مثل طريقة الدخول في اليمن أو في سوريا. العراق شبيهة إذا صح التعبير بوضع ليبيا، وهنا تدخل جيوسياسة البترول، لأن الدول الغنية لا تعامل بنفس الدول الفقيرة حسب أهميتها، حسب وضعها الاقتصادي الاستراتيجي إلى ذلك. الآن العراق بعدما كان عمود فقري اقتصادي في المنطقة، هو الآن أصبح هناك يعني النظرية تقول بأنه سيصبح العمود الفقري الجديد، وحل العمود الفقري الجديد، لكن من الجانب السياسي أو الجيوسياسي، من جانب المصالح، الصراع المصالح، صراع القوى إلى غير ذلك. هو صحيح أنه تراجع في أهمية الاقتصادية في المنطقة، لكن أنا من رأيي لديه قفزة استراتيجية مهمة، قد ربح في دور استراتيجي، وهذه هي الورقة التي يقايض بها أنا أقول أو يحاول التعامل بها، أو يجب أن تلتقطها النخبة العراقية على الأقل، الانتليجنسيا، المفكرين، الأدباء، النخبة الثقيلة، يعني مثل ما نقول بالعامية زبدة الزبدة، لإخراج العراق من هذا الوضع. لديه نقطة مهمة ودور كبير ليلعبه مستقبلا على الأقل في الجانب الجيوستراتيجي. هي منطقة جيوستراتيجية لأمريكا، وهنا سأرجع لسؤال الدكتور القصاب، لماذا العراق أصبح هدف احتلالي للولايات المتحدة الأمريكية؟ هو ليس هدف احتلالي للولايات المتحدة الأمريكية، هو هدف احتلالي مجموعة من الدول. يعني قد تكون أمريكا هي الدولة الأجرأ أو الأكثر جرأة التي دخلت. عندما تكون هناك مثلا وردة الأجمل أو التي ترفع رأسها الأكثر، هي من يراد اقتطافها بالدرجة الأولى أو تجربة عطرها بالدرجة الأولى. فأمريكا قد نفذت نوايا مجموعة من الدول أو أهدافها في المنطقة. ليس فقط هدف الولايات المتحدة الأمريكية، هناك رغبة في الاستغلال، واستغلال أيضا من طرف أخرى، من دول أخرى. يعني حتى روسيا كانت لديها رغبة ولا زالت رغم مشاكلها للسيطرة على طريق الهيدروكاربيرات في الخليج العربي. هناك دول لديها رغبة لاستغلال الفوضى في العراق لبسط نفوذها في هذه المنطقة الاستراتيجية. لذا نلاحظ مجموعة من التحركات قد لا ينتبه لها، سواء من دول المنطقة. عندما يتعلق الأمر بالدول الغنية، الدول التي لديها طاقة، التحركات تكون دولية، لكن الدول العادية أو الفقيرة فعامة التحركات الدول الجانبية. فسأختم يعني، وأنا آسفة على الإطالة. الدكتور القصاب ذكر معضلة جيوبوليتيكية بالنسبة للعراق. أنا أقول أن ما يعاني منها العراق هي لعنة الجغرافيا. لعنة الجغرافيا، وهنا لا أتكلم فقط عن الجغرافيا الطبيعية، أتكلم أيضا عن الجغرافيا البشرية والجغرافيا الإنسانية. عندما تضعك الجغرافيا بطريقة أنت لم تختارها في موقع لا تحسد عليه، يعني هناك مجموعة من لن أسميها غيرة، بالكلمة ليست سياسية، لكن من المنافسة إذا صح التعبير، منافسة شريفة، رغبة بأخذ دور إقليمي، إعادة ترتيب التوازنات وكل هذه الأشياء. فهذه تسمى بلعنة الجغرافيا بالنسبة لي. والجغرافيا في الشرق الأوسط أو في الدول العربية للأسف لم توضع للتعلم، لكن وضعت لصناعة وإدارة الحرب. سأختم بسؤال، وتمنيت يعني، ما هو المطلوب الآن لإخراج العراق من هذا الوضع؟ ما هو دور النخبة؟ من هي النخبة في العراق؟
من هي هذه النخبة؟ من يسمي نفسه النخبة؟ من يتكلم باسم العراق؟ هل هناك حلول؟ متى سنخرج من التنظير للتطبيق وللعمل والتنفيذ؟ بالنسبة لإيران، الدكتور القصاب ذكر كلمة إدماج. لا يمكن أن ندمج دولة، يعني شئنا أم أبينا، العراق متواجد، أم عفوا العراق متواجد طبعا، لكن إيران متواجدة في المنطقة. الآن ما الذي مطلوب؟ لا يمكن أن ندمج دولة، لا تدمج الدول. قد نتعايش معها، قد نحتويها أو نحتوي جزءا منها، قد نتقبل. أنا أظن إن المفروض الآن نحن لسنا أو المنطقة ليست مضطرة إلى قبول أو حب إيران، لكن على الأقل مضطرة للتعايش بذكاء معها، ما يسمى بالذكاء العاطفي أو بالذكاء السياسي. وشكرا لسعة خاطركم ولسماعي. شكرا. أشكرك دكتور، تحية لمركز رسام على هذا، على هذه الندوة، وتحية للدكتور ضيفنا في اسطنبول عبد الوهاب القصاب والأخ سمير الدكتور سمير. دكتور، أنا سؤالي موجه إلى الدكتور عبد الوهاب. أحييك على هذه الورقة البحثية، لكن عندي بعض الملاحظات. الملاحظة الأولى في التاريخ أن كل حروب إيران المباشرة كانت هزائم، من أيام الإسكندر المقدوني قبل الإسلام وإلى ذي قار قبائل عربية هزمت الإمبراطورية لقنتهم درس، وإلى القادسية الأولى أيام سيدنا عمر بن الخطاب رضي لقنوهم درس. والظاهر الغرب والصهاينة والأمريكان يعرفون هذا التاريخ من الهزائم، فنصحوهم في هذه الحرب بعد الاحتلال أنه لا تدخلون في صراع مباشر مع العراق، ممكن يغيرون موقفهم العرب، فخلوها على الذيول وعلى الحرب، ما يسمى بالحرب النيابة. هذه ملاحظة مهمة سيدي في هذه الورقة البحثية، وأتمنى أن تعيدها. ليش أقول هذا الكلام؟ الأمة من حدود الصين إلى المغرب، الحضارة البرتغالية الإمبراطورية البرتغالية في أيام ما يسمى بإسماعيل الصفوي، ماذا فعلوا؟ قسموا الأمة. كيف؟ بتشييع إيران بالقوة. يذكرها السفير الإيطالي اللي رفع رسالة إلى البابا في 1710 تقريبا، يقول: بعيني رأيتهم يرفعون أعلام خضراء وسوداء على بيوتهم السنة، لأنه من لا يتشيع يقتل. فالبابا طلب من أرمينيا أن تدعم إسماعيل الصفوي. لماذا؟ لهزيمة الدولة العثمانية اللي كانت واصلة إلى فيينا، ورقة ضغط. وهذا الذي جرى. لكن بما أنه أنا حكيت الملاحظات اللي عندي يعني سيدي الفاضل، أحب أضيف أيضا شكر وتقدير إلى موقف هذا البلد الشقيق إلى تركيا، دولة في الناتو وعضو مهم وجيش عملاق، رفضوا دخول العراق 2003. هذا موقف يسجل لهذا الشعب الطيب، وكانوا ممكن أن يدخلون ويستفادون مثل ما استفادت مصر. المؤلم في هذه المعركة يا سيدي، في هذا الاحتلال اللي اليوم احنا في الذكرى 20 للاحتلال، وهذه المآسي وهذه المحن، ما يؤلمنا الاحتلال طبيعي بالتاريخ العراقي أكثر من 14 احتلال، لكن هذا كان أحقر احتلال. تكالبت علينا كل الشعوب الحاقدة على العرب والإسلام. لكن المؤلم أين يا سيدي؟ المؤلم أن حكام عرب رقصت مع بوش بمناسبة الاحتلال. هذا المؤلم في هذه المعركة. ومن هنا الإيرانيين لماذا يقدمون خدمات؟ للأمانة أقولها أنا، أن إيران رافعة 7 نجوم، مو 5، 7 للأمريكان بالعراق، و7 نجوم لروسيا في سوريا. رافعة
ومتفقين الظاهر على الاحتلال، ومن هنا أخذوا بالنصائح الصهيونية والأمريكية أنهم ما يدخلون الحرب، ما يدخلون معاهم في الاحتلال، لكن نعطيكم العراق لأنه عندكم حقد قديم قديم جدا على العرب والإسلام منذ 1400 سنة، يوم قال الرسول الكريم لا كسرى بعد كسرى. الآن دي يحاولون عن طريق الميليشيات والعصابات، الفاطميون والزينبيون في سوريا، وهذه الميليشيات والحثالات اللي موجودة اليوم بالإطار، ماذا فعلوا بالعراق خلال 20 عام؟ عن أي ديمقراطية يتكلمون؟ عن أي حقوق إنسان؟ العالم كله يتعاطف مع أوكرانيا، نحن العراقيين دماء أبنائنا شربت، أبناء الشام شربت دماءهم، لبنان، اليمن، ما إحنا هذه الأمة اليوم المفروض تأخذ موقف تاريخي. سأحاول طبعاً أن ألتزم بالوقت مع أنه في كثير من الملاحظات القيمة والمهمة. أولاً مع الأستاذ مصطفى كامل أنا استفدت كثيراً من الملاحظات اللي قدمها. في عندي لا أعرف يعني أنا ملاحظة أيضاً في هذا الإطار، مشروع أمريكي إيراني، مشروع أمريكي إيراني، هل هذا المشروع موجود يعني وما زال موجود وسيبقى موجود؟ أنا رأيي أن هذا المشروع ربما يعني صار في تنسيق أمريكي إيراني في ظروف في أجواء معينة في ملفات معينة، لكن هذا ليس يعني ثابت بأنه هذا التنسيق سيستمر في المرحلة المقبلة. هذا مرتبط بقدرة اللاعبين الآخرين على طرح ثقلهم وقوتهم في التعامل مع الملفات التي تعني إيران وتعني أمريكا. الآن في نقطة برأيي أهم أيضا مرتبطة، أنه أنا أظن أنه الحرب الأوكرانية مرة أخرى أتحدث عنها ستساعدنا كثيرا في المرحلة المقبلة لمعرفة كيف ستتصرف روسيا في أكثر من مكان. الذي يعنينا هو الملف العراقي، نناقش نحن الآن الملف العراقي مثلا، كيف ستتصرف روسيا إذن في التعامل مع الملفات الإقليمية في العالم العربي في الشرق الأوسط بشكل عام؟ إذا كان في فعلا في تقارب أو تنسيق أمريكي إيراني، فالأزمة أوكرانيا بشقها الروسي فرصة تاريخية للعراق للعراقيين، وفرصة تاريخية للعالم العربي أيضا لاستغلال هذه المرحلة وطرح استراتيجية رد على ما يجري. ما بعرف إذا كان كلامي يعني واضح أو لا، لكن أنا يعني رأيي الشخصي إنه ما في عنا هون ربط المسألة بموضوع طرح من قبل السيدة، إنه موضوع الجغرافيا، نعم الجغرافيا الموقع الجغرافي مهم للدولة، لكن من الناحية السياسية والأمنية والعسكرية والاستراتيجية الموقع الجغرافي ليس قدرا. الموقع الاستراتيجي حسب ما إحنا ما بندرسه فرصة للدولة، فرصة لحتى تقدر تترجمه أو تستغله أو تستفيد منه في تحسين وضعه وتعزيز فرصه الاستراتيجية في التعامل مع بقية الدول. لذلك أنا يعني موضوع أنه دولة موقعها الجغرافي بين مزدوجين سلبي أو موقعها الجغرافي إيجابي ما بيكفي. في عندك دول صغيرة موقعها الجغرافي غير مؤثر غير مهم جداً، لكن قادرة على التأثير بثقلها في ملفات أخرى، لا أريد أن أدخل في التفاصيل. أم في نقطة أيضا مهمة في موضوع تطرق إليها الدكتور القصاد، موضوع الطاقة والمياه. الآن في عنا مسألة مهمة أولى، نحن في تركيا عام 2004 كما أتذكر مجلس الأمن القومي التركي عقد جلسة، مجلس الأمن القومي التركي عقد جلسة وناقش في هذه الجلسة موضوع الطاقة، المياه، الطاقة، الغاز في الشق التركي والشق والبعد الإقليمي والدولي بالنسبة لتركيا 2004، وقرر في هذه الجلسة تخصيص 50 مليار دولار استراتيجية للمرحلة المقبلة في التعامل مع هذه المسألة، لأنه في عنا قناعة في وقتها أنه المسألة راح تتفاعل ولابد من بناء استراتيجية سريعة. هذا توصيت هاي مجلس الأمن القومي التركي للحكومة 2004، حزب العدالة والتنمية في السلطة. هلأ
وبدأت تركيا تنفذ هذه الاستراتيجية. السؤال انه العراق 2004 وين كان؟ ما رح ادخل في التفاصيل، يعني رح اقول كمان مرة اخرى ساذهب الى الاستنتاج. نحن وضعنا سياسة مائية في تركيا، وين السياسة المائية العراقية؟ تركيا لماذا لا تعطينا مياه؟ يعني اوكي ما عندي مشكلة انا انه تركيا لازم تجلس مع الاخوة في العراق وتبحث هذه المشكلة وتجد لها حلا، لا انا ما عندي مشكلة في ذلك. انا اللي بحكي عنه انه اذا ما كان في سياسة مائية في العراق حقيقية حديث تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات والمتطلبات والتدورات كثافة السكانية العمل الجغرافيا التربة الارض كل هذا مسائل هاي، وعندها دراسات وين السدود والابراج مثلا. ساعدوني انتوا قلوا لي ما بعرف يمكن سؤال خطأ من أساسي أنه أسأل أنا بين 2003 أو 2004 لحد اليوم كم سد تم بناء في العراق؟ لا يوجد عدد في كل سنة. يعني مساءلة تركيا أو مطالبة تركيا في الشق المائي ما عندي مشكلة، أنا عندي مشكلة أنه الطرف الآخر قد يكون عراقي قد يكون سوري في موضوع دجلة والفرات، لكن إذا ما كان في استعداد وجهوزية في الطرف الآخر أيضا وبدوا المي تطلع ماشي بدون ما الأتراك يعملوا سد عليها أو يعني شو اسمه مشاريع، ما بظن أنه هذا حل أو تسوية. لذلك الآن في طرح تركي جديد في العلاقات مع العراق باتجاه فتح مسار جديد. نقطة مهمة أيضا تم الإشارة إليها، هل هناك مشروع إقليمي واحد قوي يتقدم على الأرض؟ سؤال، هل هناك مشروع إقليمي واحد قوي يتقدم على الأرض الآن؟ أنا برأيي أنه لا، ما في مشروع إقليمي واحد. عندنا فرص الآن لقراءات لعبة توازنات جديدة في المرحلة المقبلة، لذلك تركيز هذا النقد ذاتي ربما ونقد لبعض الإخوة بالإذن منهم أنه مثلا إيران والمشروع الإيراني. طيب المشروع الإيراني من الذي فتح الطريق أمامه؟ ليش الولايات المتحدة الأمريكية هي ملتزمة بإيران إلى الأبد؟ ملتزمة بأي مشروع أو تنسيق مع إيران إلى الأبد في المرحلة المقبلة؟ ما فيها، ما بظن أنه الولايات المتحدة الأمريكية عاجزة عن طرح سياسات وخيارات بديلة في المنطقة غير الإيران. وين المشكلة إذن؟ المشكلة هي إجابة من عندي هاي في الطرف الآخر، في مدى جهوزية واستعداد الطرف الآخر لطرح هذه المواقف وهذه السياسات. الآن في نقطة أيضا مهمة، دون تحول حقيقي برأيي استنتاج على الأسئلة، دون تحول حقيقي في الداخل العراقي لن نرى هناك تقدم أو تحول حقيقي في سياسات المنطقة والدول في المنطقة في التعامل مع العراق. أرجونا هذا التحول في الداخل العراقي، ساعتها نذهب باتجاه آخر. سأسرع أكثر بسبب الوقت. سؤال من عندي وأنا أجيب أيضا، هل نستعد لمواجهة إيرانية إسرائيلية في المنطقة؟ إذا كان في تقارب أمريكي إيراني سلمنا لذلك، هل الولايات المتحدة الأمريكية ستفتح الأبواب أمامها دخول إيران في مواجهة عسكرية مع إيران أمام إسرائيل في دخول في مواجهة عسكرية مع إيران؟ يعني ليش أنا عم بطرح هذا السؤال؟ رأيي الشخصي لا، صعب جدا. يعني الآن نتحدث عن أنه إسرائيل تتموضع من جديد، أنا رأيي إذا كان في تقارب أمريكي إيراني بين رابع المستحيلات أنه توافق أو تسمح أمريكا لإسرائيل بالدخول مع إيران في حرب. بعض الدول الآن في المنطقة مع الأسف يعول على سيناريو من هذا النوع، بعض الدول الآن يعول على سيناريو من هذا النوع. برأيي أنه هاي اللي يحتاج إلى نقاش جديد. شكرا سيد الرئيس. شكرا جزيلا دكتور سمير، وعندي فقط عن تعقيب الترافق فقط، يعني نعطي تركيا تعطي مسيرات للحكومة العراقية وهي تعرف جدا أن الحكومة العراقية لا تملك إرادتها، وأنه هذه المسيرات ربما تستخدم ضد تركيا من قبل الميليشيات، نفس المسيرات التركية ربما تستخدم ضد تركيا من قبل الميليشيات، وهذه كارثة كبيرة. دكتور عبد الوهاب تفضل. شكرا جزيلا، شكرا للأخوة
الذين تساءل على ما أبديته. أنا حقيقة يعني جزء ليس قليل من الأسئلة موجودة في تضاعيف الورقة نفسها يعني. وبهذا أنا يعني أقصد تساؤلات مهمة يعني أثارها الأخ العزيز والصديق الدكتور مصطفى والأستاذ مصطفى والأخت العزيزة والزميلة الدكتورة سيلين وأخوي العزيز، وأنا أتشرف اليوم شفتك، كان يتابعك باليوتيوب اليوم زين شفتك يا دكتور. الله أنا سعيد. الديموغرافيا حقيقة الديموغرافيا لها حصة كبيرة من الورقة هذه اللي أمامكم، وأتمنى في يوم من الأيام إنه المركز راح هاي المحاضرات يطلع بيها كتاب فراح تكون موجودة فيه. نعم، وأنا يا دكتور يعني خليني أقول أستفيد من كل ما قيل لكي أشذب الورقة وأكمل تأصيلها. ورقة هي مو قليلة، بحدود 10,000 كلمة هذه اللي أمامكم. نقطة مهمة جدا، إنه إحنا في تحدي حقيقة، في تحدي. إيران إزدار، إيران موجودة، وإيران هي كيان يعني حقيقة كيانات قليلة دخلت القرن العشرين وهي كيان، واحدة منهم إيران، يعني كما اليمن مثلا يشار لها أن الإمامة الزيدية كانت موجودة رغم أن اليمن كانت عثمانية في ذاك الوقت. إيران دخلت القرن العشرين وهي دولة، إذن موجودة. علينا أن ينبغي أن نجد حلا لمعضلة الحدود، معضلة العلاقات العربية الإيرانية. حتى يكون هذا واضح، أنا أشرت بشكل سريع إلى المشروع الإمبراطوري الإيراني. المشروع الإمبراطوري الإيراني يبدأ من عقدة البامير بين الحدود الأفغانية الصينية وينتهي في البحر المتوسط. هذا الامتداد الكبير يجعل إيران شريكة للكيان البازغ المستقبلي اللي هي الصين. يعني إيران ستكون خانق حقيقة. كل هدف الصين أنه تتحول إلى ثقب أسود يشفط كل ما في أوروبا. هذا لن يصلح ما لم ينجح مشروع الحزام والطريق وسلك السلك هذا روت. الحزام والطريق هو من الصين إلى البحر المتوسط، وإيران تريد أن تسيطر من الصين إلى البحر المتوسط، يعني من حدود الصين، يعني تريد أن تبتلع أفغانستان وتبتلع العراق وتصل وسوريا ولبنان لكي تصل إلى المتوسط. معضلة إيران الكبرى أن العراق هو شوكة فيها، حتى المنطقة التي تحقق مشروعها غير متجانسة طائفيا معها. إذن ينبغي أن تتدخل بالقصر لكي تغير الديموغرافيا في هذه المنطقة لكي يتحقق مشروعها الإمبراطوري. وهذا المشروع الإمبراطوري أنا أشرت إلى بعجالة، صاغة إيران دستوريا بتصدير الثورة، فكريا بأم القرى، وعمليا برؤية إيران 2025 مال خامنئي. إذن هذا هو نجي إحنا. هنالك حقيقة مهما قيل عن وضع شبه الحكومة الموجودة في بغداد، لكن عندما تبدأ يعني شيء من القناعات، شيء من الظهور أنه هذا المحيط العربي الحقيقة الغادر، يعني إحنا بالنسبة لنا عانينا كثيرا يعني من التسعين لحد الآن. وكما أشار أستاذ بهجت، هي ليست في 2003 فقط تركيا لم تسمح لأمريكا أن تدخل العراق، وأن في عام 90 لم تسمح للفرقة الثالثة بأن تدخل في عاصفة الصحراء، واضطرت الولايات المتحدة لكي تعيد مناورة الفرقة الثالثة وتجيبها إلى الكويت عبر البحر، وأخذت فترة 3 أشهر ليتحقق ذلك. والعراق كان يؤمن، هذه حقيقة، يؤمن توأمة فيلقين، يعني 6 فرق خلال أسبوعين. هذه حقيقة كبرى. إحنا في عمليات التوكلات الأربعة التي أنهينا بها الحرب العراقية الإيرانية، وأنا شاهد على ذلك في المكان الذي كنت أعمل فيه، كان تتوأم فيلقين، وكل فيلق حد الأدنى 3 فرق. يعني إحنا نتحدث بأزاء 120,000 مقاتل يتم توأمتهم خلال أسبوعين. والولايات المتحدة، أهني ماذا أقول، إحنا أحسن منها، لكن فقط أريد أشير إلى سبب رئيسي من أسباب العداء نحو العراق هو الأداء العسكري الهائل
الذي نفذت به عملية إنهاء الحرب العراقية الإيرانية في عمليات توكلنا على الله، يعني رمضان مبارك التي استعدنا الفاض، ثم توكلنا على الله واحد واثنين وثلاثة وأربعة، ثم محمد رسول الله التي أنهت التمرد. إذن هذا هو الذي ألب على العراق. اللي أريد أقول الآن وأرد على ما أثارته الجزء الأول ديموغرافيا حكيت عنها، الجزء الثاني هو الطاقة. حقيقة العراق أيضا proven، بس خليني أكمل العراق ثابت أنه يقال أن آخر برميل سيصدر أو ينتج سيكون برميل نفط عراق. لماذا؟ لماذا؟ سؤال كبير، لماذا؟ الاحتياطي البروفن الآن العراقي، ناس تقول 143 مليون وناس تقول 113 مليون، وهنالك مزايدة بين العراق وإيران. إذا العراق قال اليوم 143، إيران بكرة تطلع تقول أنا عندي 156، ثم أتي ببنزولة لكي توضع بالدرجة الثانية بعد المملكة العربية السعودية. لكن الحقيقة الكبرى أن الاستيميت المقدر الاحتياطي المقدر للخزين الهيدروكربوني في العراق هو 650 بليون برميل، مضافا لها ما موجود حاليا واحتياطات الهضبة الغربية التي لم يتم حتى الآن جسها بشكل كامل. فنحن نتحدث بأجزاء 650 بليون، ولذلك خبراء الطاقة في حيني أنا أحكي على 8 قالوا آخر برميل نفط سينتج سيكون برميلاً عراقياً. الآن فقط إشارة سريعة، هنالك مشروع طرح ولم يأخذ مجاله من الحل وهاجمناه نحن الوطنيون العراقيين باعتبار أن مو حكومة في العراق، فكيف ينشأ محور عمان بغداد عمان مصر؟ أنا أعتبر هذا المشروع واعد، أعتبر هذا المشروع مهما كان نوع الحكومة الموجودة في بغداد ينبغي أن تشجع لكي تذهب بالاتجاه العربي أكثر مما هو موجود حاليا. محور بغداد، محور بغداد عمان القاهرة تضاف له سوريا في مرحلة من المراحل، سيعيد خلق ثقل كتلة الهلال الخصيب القوية، مضافة لها الكتلة البشرية المصرية الكبرى. إذا نحن دا نحكي بأزاء 180 مليون إنسان عربي موجودين ضمن محيط أو ضمن مظلة بإمكانها أن تعيد تقديم شيء. مرة أخيرة أنا أريد أقول أيضا أعقب على الأستاذ بهجت، هو مشروع الحلف البرتغالي الصفوي الخطير باحتلال مكة المكرمة، هو كان الطعنة النجلاء الثانية التي قدمتها إيران الصفوية بعد أن الطعنة الأولى عندما اضطر السلطان سليمان أن يرفع الحصار عن فيينا ويجي ركض لكي يعيد تحرير بغداد. أنا أشكركم شكرا جزيلا. أولا أشكر البروفيسور الدكتور سمير صالح أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية العميد المؤسس لكلية القانون في جامعة غازي عنتاب على بحثه الرصين اللي قدم علاقات العراق مع محيطه تركيا نموذج واسع صدره وتحمله لنا. وأشكر الأخي الدكتور عبد الوهاب القصاب الزميل الزائر الأقدم مركز العربي في واشنطن اللي قدم بحث الرصين التهديدات الأمنية التي تعرض لها العراق نتيجة حالة شبه الاحتلال الإيراني. والشكر موصول لكم أعزائي الحضور على استماعكم على مشاركتكم في هذه الجلسة. أشكركم شكرا جزيلا والسلام عليكم.